السلام عليكم. اليوم راح اشرح محاضرة الانوسومي والدايجستيف سيستم اللي راح يتكلم بها عن انتيرير ابدومينال وول. بس قبل لا ابدي بالمحاضرة، المحاضرة هنا انا ما راح يعني اعرضها خلال التصوير، بس كل شيء مذكور بها يعني حعرضه، وكل شيء مذكور بها حذكره وبالتسلسل هم يعني. فاذا تريدون تابعوا وياي يعني فتحوا المحاضرة وتابعوا وياي يعني. اذا تريدون يعني كمل الفيديو او راح ارجعوا للمحاضره. بس اول شيء الدكتور بدا بالديافرام، يقول ان الديافرام راح يسد لنا الابدومين من فوق ويفصلها عن الثوراكس، وهذا الديافرام. ويقول لك كمان الديافرام هاي المالته الدومز اللي هي مثل قبب الصير، هاي الدوم الاولى وهاي الدوم الثانيه، راح يكون بداخلها الابدومينال كافيتي موجود يعني من ضمن يعني هاي المنطقه موجود الابدومينال كافيتي. فيقول لك الابدومينال كافيتي بلجز انسايد ذا دوم اوف ذا diaphragm. فاذا سوينا هيك هوريزونتال سكشن هنا راح نشوف بارتس من الابدومينال كافيتي، وهاي هنا باعوا مثلا هاي ذا diaphragm. خلينا نسوي الايزوليت. هاي هنا منطقة، هاي منطقة الدوم مال احدى الدومز مال الدايفرام. ف هاي الدوم مال الدايفرام مثلا موجود داخلها الليفر. فاذا سوينا هيك كروس سكشن بهاي المنطقة راح يبين لنا الليفر، هو اللي هو بارت من الابدومينال كافيتي. الفانكشن مال الدايفرام اول شيء يقول لك هاوسز ميجر فيزرا، يعني راح تكون بداخله يعني او يحوط لنا ميجر فيزرا، يعني مثل الابدومين يعتبر من الميجر فيزرا، او مثلا هنا بالليفت دوم اكو مثلا اللي يسمونه البارت من الستومك هم تعتبر ميجر فيزرا. ثاني شيء ريسبيريشن، احنا نعرف الدايفرام له وظيفه مهمه بالريسبيريشن اللي هو يسحب لنا اللنج خلال عمليه الاكسبيريشن على مود يدخل الهواء لللنج. ابدومينال بريشر controls abdominal pressure in certain physiological activities. مثلا خلينا نقول واحنا نسوي exhalation يعني سوينا forced exhalation يعني كلش يعني للماكسيمم، هنا الدايفرام راح يسحب لنا الرئه اللي جوا. من يسحب الرئه اللي جوا ايش راح يصير؟ راح الابدومينال كافيتي راح يسحب الرئه اللي جوا على حساب الابدومينال كافيتي، بحيث الابدومينال كافيتي راح يصغر. فمن صغر الابدومينال كافيتي راح يتغير يعني مالته البريشر، راح يزيد البريشر مال الابدومينال كافيتي. فهنا هو له اهميه بالكنترولينج مال الابدومينال بريشر اللي هو نفس البريشر مال الابدومينال كافيتي. البلينز اوف ديفيجنز، هسه مثلا اذا احنا نريد نقسم مثلا الابدومين او الابدومينال كافيتي، هنا راح نسوي بلينز او بلينز يعني مثل خطوط او مثلا تقسيمات للجسم مال الانسان. فهسه اول شيء الدكتور ذكر هوريزونتال بلينز الافقيه اللي هن عندنا اثنين، وهذا الثالث هسه راح اجيكم عليه. اول شيء اللي هن الاثنين المهمات اللي هو السب كوستال والانتر تيوبركولر. السب كوستال هو اول شيء يكون بال L3 ليفل، وشنو يقول لك موجود بالتيبس اوف ذا 10th costal cartilage. هذا الكوستال كارتليج العاشر او اللي يسمونه الرب العاشر يكون بمالته بالتيب مالته الكوستال كارتليج. هذا الكوستال كارتليج، هذا التيب مالته. فتقريبا هو هيك يصير مثل ما موجود بالصوره. هذا السب كوستال بلين. هنا أنا بهذا المخطط مبين انه السب كوستال صاير ويا ال1 بالL1 level، بس هو هنا المخطط تقدرون تقولون يعني شوية ما مضبوط. فمثلا تعالوا هنا هذا التيب مال 10th tips of 10th costal cartilages اللي هي هاي تقريبا صاير ويا الليفل مال L3 هنا. فهناك هو شوية يعني نقدر نقول انه الرسم ما مضبوط، بس هو يعني لين مرتب الرسم فحطيته. فعلى العموم هسه ثاني شيء اللي هو ثاني horizontal plane inter tubercular الانتر تيوبركولر بلين اللي هو يصير ويا الليفل مال ال 5 اللي هي هاي ال 5، بس هنا هم يعني شويه صاعد لل 4، بس هو تقريبا بليفل ال 5. وين صاير هذا همين؟ هذا الانتر تيوبركولر راح يسوي لنا يمر لنا بالاثنين التيوبركلز الموجودات بالالياك بون اللي هي هاي التيوبركل الموجوده بالالياك بون، هاي الإلياك تيوبركل. فهو وين يمر بالإلياك تيوبركل اللي هي هيجي تقريبا هذا ويا ال 5
والفيفث لمبر فيرتبرا. هسه ذني اثنين السبكوستال والانترتوبركولار. ثاني شيء عندنا الفيرتيكال بلينز اللي هي يكون عموديات، هذني عبارة عن اثنين بلينز راح يمرن بنص الكلافيكل، فواحد واحد ليفت وواحد رايت، اللي هن نسميهن الميدل كلافيكولار لاينز، ميدل كلافيكولار لاينز، ذني يمرن بالميدل مال كلافيكل، هذا اليمين وهذا اليسار. هسه اخر شيء اللي هو اسمه الترانسبايلوريك، هنا ماكو اسه، هنا ما كاتب الاسه، هو اسمه الترانسبايلوريك. هذا شنو؟ هذا الترانسبايلوريك بلين راح يمر خلال الكوستال كارتليج التاسع. الدكتور بالمحاضره حاط بالصوره انه هو مار بالكوستال كارتليج السابع، بس هو الدكتور يمكن غلطان هنا، لان هو يمر بالكوستال كارتليج التاسع. محاذاه ال1 فيرتبرا، يكون بمحاذاه ال1 فيرتبرا، هو هم مثل ما قلت لكم هنا الصوره مو كلش مضبوطه، فخلنا نطلعها هنا احسن. هذا الكوستال كارتليج التاسع، هاي ال1 فيرتبرا مثل ما تشوفون، هيك تقريبا يصير. هسه شدنا هذا الترانسبايلوريك اللي يمر بالتاسع بالكوستال كارتليج التاسع، وعندنا الاخ اللي هو الاهم اللي هو السب كوستال اللي هو يمر بال تيبس مال كوستال كارتليج العاشر، بس هنا يكون ويا ال L3 مو ويا ال L2 حسب ما مذكور بالمحاضرة يعني. وعندنا اللي هو هيج واحد يصير اللي هو الانتر تيوبركولار، يكون يمر بال L5. هسه ذني الثلاثة اللي مهمات، اللي هو السب كوستال قلنا، اللي هو السب كوستال هذا والانتر تيوبركولار. ليش مهمات؟ هسه راح نجي ونعرف ليش. اللي هو واحد اللي هو واحد يمر بال L3 اللي هو السب كوستال، واحد يمر بال L5 اللي هو الانتر تيوبركولار. هسه خلينا نرجع. هسه عندنا ذني الاثنين اللاينز اللي هو الميدل كلافيكولار والرايت والليفت والسب كوستال والانتر تيوبركولار لاينز. ذني اللاينز راح يقسمون الابدومين الى تسع ريجنات. ذني الريجنات هنا مو كلش مبينات، فاكو صوره هنا موضحتها احسن، هي ريجنز اوف ذا ابدومينال اريا. اول شيء عندنا عندنا الليفت هايبوكوندرياك ريجنز والرايت هايبوكوندرياك ريجن. ذني ليفت هايبوكوندرياك ورايت هايبوكوندرياك سميناهن هايبوكوندرياك لان هن اول شيء يكونن يعني بهاي المنطقه اللي بها كارتليجز، فهن يدلن على اعضاء الصائرات جوا ذني الكارتليجز، السوفت تيشوز الموجودات جوا ذني الكارتليجز، مثل مثلا هنا الليفر او هنا مثلا الستومك، فسميناها هايبوكوندرياك نسبه للاعضاء الموجودات جوا ذني الكارتليجز. الابيغاستريك ريجن، وعندك الامبليكال ريجن اللي هو الامبليكال معناها صره، فهو هاي المنطقه مال الصره. ليفت لمبر ورايت لمبر باعتبار انه هو موازيات لللمبر ريجن او العفو اللمبر فيرتبرا. وعندك الليفت ايلياك والرايت ايلياك اللي هن يكونن هم موازيات للايلياك بون اللي هو هذا الايلياك بون. وعندك الهايبوغاستريك ريجن اللي هي اخر شيء اللي هي تكون جوا، فلهذا سميناها هايبوغاستريك ريجن. هسه هنا بالمحاضرة الدكتور حاط لنا سيرفيس لاند ماركس او مثل السيرفيس اناتومي، فاول صفحة يعني اشياء كلها نعرفها، كوستال مارجن والانفراسترنال انجل، ايلياك كريست، ايلياك تيوبركل، يعني كلهم ماخذين العام الانتيريور سوبيريور ايلياك سباين، بيوبيك كريست، ذني اشياء كلها ماخذيها العام فنعرفها. اما السلايد الوراء اللي هنا هسه خل ابين كم شغلة، اللي هي مثلا اول شيء اللينيا البا. لينيا البا هو عبارة عن يعني strong fibrous bond يمتد من ال pubic symphysis إلى الـ zivisternum أو اللي هو هذا xiphoid process أو فهاي هي لينيا البا. خلا أخلي المصلص كلهن أوكي راحت. هاي لينيا البا قلنا تمتد من ال pubic symphysis، هاي هنا البيوبك سينفيسز، منطقة البيوبك سينفيسز إلى زايفويد بروسس، هاي أول شيء. ثاني شيء عندك اللينيا سيميليوناريس اللي هي عبارة عن كيرف لاترال بورد أوف ذا ريكتس شيث اللي هي هاي عبارة، هنا نشيل ذني، هاي المنطقة اللي هنا نسميها اللينيا ترانس اللينيا سيميليوناريس. عندك اللينيا ترانسفيرس اللي هي السيرفس ماركينج ذا تندنس انترسكشن اوف ذا ريكتس مسل، شايفين التو سكس باك شلون يعني صارت مثل مربعات وحده جوا الاخ، فهاي اللينيا ترانسفيرس هي عباره عن الخط الصاير بين تو مربعات مال سكس باك.
three on each side اللي هي هاي باعوا هذني. هذني هن مثل اللي يسوونه مثل الفاصلة بحيث تفصلنا بين المربعات. ذني الانترسكشنز هي عبارة عن tenderness intersections. فهاي هيك راح يكون السكس باك وهكذا. الامبليكس اللي هي الصرة إلى 3 إلى 4 ليفل مالتها. الليفل هم تكون مو ثابتة مرات L3 مرات L4. هسا عندنا همين اكو بعد سلايد اللي هو الدرماتومز اللي هي الاماكن اللي يصير بها السبلاي مال السكن. يعني من يا نيرف سباينال نيرف راح يصير عندنا السبلاي مال هاي المنطقه مال السكن. هسا يقول راح يبدي بالانتيرير ابدومينال وول. الانتيرير ابدومينال وول هو عباره عن 5 لايرز. اول لاير اللي هي السكن، طبيعي انه اول شيء دائما يكون السكن. ثاني شيء هي لاير عباره عن two layers، يعني layer هي بها two layers اللي هي superficial fascia بها two layers اللي هي superficial fatty layer اللي هي هاي عبارة عن fat. superficial fatty layer يسموها أو يسموها camper fascia، اسمها camper fascia. وعندك layer الأخرى اللي هو deep membranous layer اللي هي هاي أو اللي يسموها scarpa fascia اللي هي هاي. همين راح نرجع نأخذها فدي شوية. همين عندك الانفستنج فيشة، هي هنا أنا ما ذاكرها الدكتور بس هي عبارة عن فيشة صار بين المسلز، بين طبقات المسلز. فهسا عندك ثالث طبقة اللي هي الماسكولار لاير اللي هي عبارة عن 5 مسلز. الاكسترنال اوبليك اللي هي الأولى، الانترنال اوبليك الثانية، ترانسفيرس ابدومينس اللي هي الثالثة، وهمين الركتس ابدومينس والبيراميداليس. بس بهذا السكشن ما مبينات هي موجودة، الركتس ابدومينس والبيراميداليس. فاشيا ترانسفيرسالس، فاشيا ترانسفيرسالس صايره ورا الترانسفيرسس ابدومينس. فهي هاي الترانسفيرسس ابدومينس وهاي الفاشيا ترانسفيرسالس فاشيا اللي هي هاي اللي يسمونه ترانسفيرسس ابدومينس. اخر لاير اللي هي الاكسترا بيريتونيال كونكتيف تيشو، هذا الاكسترا بيريتونيال فات اللي هو نفس الاكسترا بيريتونيال كونكتيف تيشو. ممكن يكون بي يعني الكونتنت مال فات ما تختلف بين شخص واخر حسب بعد الاوبيسيتي مال الشخص. هسه وصلنا للسوبرفيشال فاشيا. السوبرفيشال فاشيا هي عباره عن نقدر نقسمها الى اثنين، اباف ذا امبليكس وبيلو ذا امبليكس. الاباف ذا امبليكس سنجل فاتي لاير، وبيلو ذا امبليكس عندنا تو لايرز اللي هي سوبرفيشال فاتي لاير اللي نسميها كامبرز فاشيا، والديب ممبرينس لاير اللي نسميها سكاربز فاشيا. نانا الدكتور شوية يعني نقدر نقول كاتب المعلومات صحيحة بس شوية ناقصة، فتكون السالفة ضبابية شوية. مثل ما تشوفون انه هنا الكامبرز فيشيا اللي هي الفيشيا مثل العبارة عن الشي يسمونه عن الفات لهنا ومنتهية، بس هو بالمحاضرة كاتب continues downward بالميل مثلا ويا superficial fascia مال بينس اللي هي هاي superficial fascia مال بينس. هنا احنا نشوف هاي هنا منتهيه وهنا بس يعني هنا ما مكمله، بنشوف انه السكاربا فيشيا اللي هي هاي السكاربا فيشيا هاي تشوفوها هي اللي مكمله. فهنا السالفه شويه تدوخ يعني صراحه. فطلعت على الموضوع شفت انه الكامبرز فيشيا هي مثل ما قال الدكتور هي عباره عن فاتي فيشيا. فاتي فيشيا من تبدي توصل للبينس هنا ايش راح يصير؟ مالتها الفات راح يبدي يروح، يعني راح يبقى فات كلش قليل. وراها ايش راح يصير؟ راح يسوي كومبايننج ويا السكاربس فيشيا وراح يتكونون شو يسمونه هاي السوبرفيشال بينس فيشيا او سوبرفيشال بينيال فيشيا او سوبرفيشال فيشيا اوف ذا بينس. على العموم راح تندمج ويا السكاربس فيشيا راح يسوون هاي الفيشيا. ان شاء الله وضحت السالفه. ويقول لك هم من راح كونتينيوس داونورد از ذا دارتوس مسل. وهمين بالفيميل نفس السالفة، بس الفيميل يعني ما عندها يعني هاي السوبرفيشال فيشيا اوف بينس، راح بس عندها فيشيا لخ اسمها السوبرفيشال فيشيا اوف ذا لابيوم ماجوس. هاي يعني فيشيا تكون همين نفس السالفة مال عند الميل. هسه خلصنا السوبرفيشال فاتي لاير. هسه الديب ممبرينس لاير اللي هي سكاربز فيشيا اللي هي راح توصل للابر ثاي، اكستنس تو ذا ابر ثاي، وفيوزس راح تسوي فيوز ويا الفيشيا لاتا. هي هاي بقى هاي الممبرينس لاير راح توصل للفيشيا لاتا اللي هو هذا كل الابر ثاي راح توصل إليها، بس ما راح تدخل الابر ثاي، مجرد توصل للابر ثاي قبل تسوي فيوز ويا الفيشيا لاتا هنا 1 سنتيمتر بيلو الانجوينال ليجمنت اللي هي هاي الانجوينال ليجمنت راح تسوي فيوز ويا الفيشيا لاتا 1 سنتيمتر جواها.
last just to external oblique. هسا احنا بعدنا ما ماخذين المصل، بس المصل اللي هي الاكسترنال اوبليك مصل هي عبارة عن most superficial muscle، اكثر يعني اخر اول مصل يعني برا. وفهنا عندنا هاي الديب ممبرينوس لاير راح يكون superficial للاكسترنال اوبليك اللي هي قلنا most superficial muscle، هي هاي الاكسترنال اوبليك. يقول لك spaces space deep to it communicates with communicates perineal وال scrotal subcutaneous spaces. فيقول لك إنه space الجوا هاي deep membranous layer راح يتصل بال perineal وال scrotal subcutaneous spaces. ال scrotal scrotal اللي هو يعني كيس الصفن، فمالت ال subcutaneous space راح يتصل بالهاي subcutaneous space مال deep membranous layer. هسا وصلنا للمسلز او الماسكولار لاير. هسا وصلنا للاكسترنال ابدومينال اوبليك. فهنا اول شيء راح اشرح الاوريجن والانسيرشن واكمل المسل، وراها راح اكمل يعني الدكتور جوا شارح يعني على المسل يعني، بس مو داخل الجدول، فاكمل هذا الشرح الدكتور وراها يعني ارجع على الانترنال اوبليك والترانسفيرسس والابدومينال هاي. فهسا الاكسترنال اوبليك مسل خلينا نجي على كومبليت انوتومي. الاوريجين مالتها الاوتر سيرفيس يعني السيرفيس الخارجي مال ذني اللور 8 ريبس، الريبس الايت الجوا 12 11 10 والى اخره. الانسيرشن مالتها اللاترال ليب مال الياك كريست، تذكرون الالياك كريست، هذا كله هو الالياك كريست، هذا الالياك كريست اللي هو صاير فوق هيك، هذا الالياك كريست. فهنا المصل راح تسوي اتاش لللاترال ليب مالته يعني للجزء اللاترال من الالياك كريست، بالإضافة راح تسوي باللينيا ألبا، لينيا ألبا اللي هي هنا صايرة هاي اللينيا ألبا، هم يظن الانسيرشن مالتها يكون باللينيا ألبا. هنا الانرفيشن مالتها راح يصير من التي 7 للتي 12. هنا راح يغذيها هي الانتركوستال مثلا نيرفز والسبكوستال نيرفز الجايات من تي 7 الى تي 12. الفانكشن مالتها ايش راح تسوي؟ راح تسوي كومبرس للابدومينال كونتنتس، هاي في حال انه صار بيها كونتراكشن راح مبين انه شلون راح تضغط الاعضاء الموجودات جوا، او نقدر نقول انكريز ذا انترا ابدومينال بريشر. ثاني شيء فليكس ذا ترانك، اذا اشتغلت بايلاترالي اذا اثنين هنشتغلن راح تسوي فليكشن للترانك. خلنا نطلع الموشنز، هاي ترانك فليكشن، هاي اول شيء الترانك فليكشن راح تسوي فليكشن للترانك. ثاني شيء اللي يقول لك bends trunk to the same side يعني راح تصير lateral flexion بحالة انه اشتغلت unilateral يعني مصل واحدة. فاذا اشتغلت مصل واحدة راح تسوي لنا bend للترنك to the same side. هاي تشوفون هاي هي بس هاي اللي اشتغلت، فصار عندنا flexion للترنك للسيم سايد اللي هي مال المصل اللي تقلصت. ثالث شيء اللي هو يقول لك اللي هو رابع شيء مو ثالث شيء turns anterior part of the abdomen to opposite side، يعني حالها حال الروتيشن بالضبط، بس هنا يعني ما ادري ليش ما قال روتيشن. فاذا هسه تقلصت unilateral راح تسوي لنا bend او تسوي لنا turn للانتيريور بارت مال الابدومن، هذا الانتيريور بارت مال الابدومن to the opposite side يعني هيك تشوفون شلون بالضبط turn the anterior part of the abdomen to the opposite side يعني rotation. هاي هم في حال اذا اشتغلت وحدها يعني يونيلاترالي. هسه خلصنا من هذا الجدول، خلينا ننزل هسه جوا ننزلوا من السلايد جو من هذا السلايد مال الجدول للسلايد اللي وراه. حيقول لك الاكسترنال اوبليك مصل، الاكسترنال ابدومينال اوبليك هي عباره عن مصل ابنيوروتيك فلات شيت، باعتبار انه جزء من كبير منها عباره عن ابنيوروسيس اللي هو هذا الجزء الابيض، وهمين اكو جزء همين بمصل فايبرز اللي هو هذا، فيسموها يعني يسموه هذا الشيء مصل ابنيوروتيك فلات شيت. المصل فايبرز مالتها عباره عن دايركتد انتيرو ميديالي اند داونورد، يعني هيك انتيرو ميديالي اند داونورد مثل ما هاي هنا أنا موجود بهاي الصوره. هسه وصلنا للبوردرز، اول شيء عندك ميديالي اللي نفسه هو مالت الانسيرشن، يقول لك فيوز تتصل باللينيا البا سوبيريرلي اوفر ذا تشست وول تكون فوق التشست وول، انفيريرلي انجواينال ليجمنت هي تسوي لنا الانجواينال ليجمنت، وبوستيريرلي فورمز ذا لمبر تريانجل وذ لاترال دورساي والياك كريست. هنا يقول لك ذني اخر شيء الثلاثه اللي هي الميديال اللي عفوا السوبيريور والانفيريور والبوستيريور ذني يكون فري يعني ما متصلات، مثل ما تشوفون هنا هي هاي تقريبا هنا فري ما متصله باي شيء.
بالإضافة إلى هنا posteriorly، خل أطلع لكم إياها. هاي تشوفون هنا posteriorly، هذا اللي هو الشيء يسمونه lumbar triangle. بالإضافة آخر شيء inferiorly سوينا inguinal ligament اللي هو هاي تشوفون هذا inguinal ligament. من قال فري قصده هيك، يعني مثل هاي الانجوينال ليجمنت هنا ما متصله بشيء من هاي الجهه، ومن هنا همين ما متصله بشيء. خلينا نشيل شيء يسمونه لاتزمس دورساي، مو لاترال دورساي. هنا همين ما متصله بشيء، وهنا سوبيريرلي هم ما متصله بشيء. هاي قصده هنا أنا. هسه حاط لك صوره عن اللمبر هيرنيا اللي هي تصير بهاي قلنا باللمبر تريانجل، بس هنا انا شايل اللاتسمس دورساي. هاي هنا مرات مثلا اذا ازداد الانترا ابدومينال بريشر كلش، ومثلا احنا هم عندنا خلل بالمصل او هيك شيء، ممكن يطلع عندنا بعض الستركتشرز الموجوده جوا هاي هنا وتصير هرنيا. يعني هسه السلايد اللي وراه ستركتشرز ريليتد تو اكسترنال اوبليك مسل، اللي هي اول شيء الانجوينال ليجمنت اللي هو هاي الانجوينال ليجمنت. هنا يقول لك it is the lower rolled under free edge extending between the anterior superior iliac spine and the pubic tubercle. نعرف الاتاتشمنت مال شيء يسمونه الانجوينال ليجمنت يصير من الانتيرير سوبيريور iliac spine الى البيوبيك tubercle. بس شنو قصده rolled over؟ هسه خلينا نقول انه هاي الانتيرير، هذا خلينا نقول هذا البطن مال الانسان وهاي الانتيرير بارت، وهاي الاكسترنال اوبليك مسل. فهنا الاكسترنال اوبليك مسل راح تجي وتسوي هيك مثل الرولد اوفر، يعني مثل ما تنطوي من جوا، راح تسوي لنا الانجوينال ليجمنت. هسه اللاكيونر ليجمنت، اللاكيونر ليجمنت هو عباره عن فلات تريانجولر ليجمنت، يعني هذا تشوفوا شلون هذا مثلا هذا هو هذا فلات تريانجولر، هاي مثل المثلث وهم صاير فلات، او هنا هذا تقريبا مثل المثلث وفلات، هيك مثل المثلث وفلات. فلات تريانجولر يقول لك fills the angle between the inguinal ligament اللي هو هذا الانجوينال ليجمنت وبتوين البيكتين بيوبس. بيكتين بيوبس هو هذا جزء من البيوبيك بون، نعم هذا البيكتين بيوبس. هذا الشيء يسمونه اللاكيونر ليجمنت راح يترسلنا السبيس بتوين ذني الاثنين، هيك مثل هاي بالضبط تشوفون هنا هيك. هاي هنا قلنا الشيء يسمونه الانجوينال ليجمنت وهذا البيكتين بيوبس، وهاي اللاكيونر ليجمنت راح يترسلنا السبيس بتوين ذم، خاف من بينه هاي هذا البكتين بيوبس هنا وهذا الانجوينال ليجمنت وهذا عندنا الشيء يسمونه صاحبنا اللاكيونر ليجمنت. It forms the medial border of the femoral canal. Femoral canal اخذناها العام، هي عباره عن كانال حيمر منها بعض الستركتشرز والهاي مثل الفيمورال فين وهاي، فهاي اللي شي يسمونه هذا الفيمورال كانال مالتها الميديال بوردر راح يكون الشي يسمونه راح يكون هذا اللاكينر ليجمنت. وهاي الصوره راح تبين لنا السالفه، شوفوا هاي شنو هذا الانجوينال ليجمنت وهذا البيكتينس او البيكتين، وهذا شنو هذا اللي هو صاحبنا اللاكينر ليجمنت. فيقول لك يسوي لنا الميديال بوردر اللي هو هذا الميديال بوردر مال فيمورال كانال اللي هي هاي الفيمورال كانال اللي يمر بها الفيمورال فين، ويمكن هم فيمورال ارتري وبعد كم شغله ما اتذكر. على العموم هاي الفيمورال ليجمنت، عفوا اللاكينر ليجمنت. هسه الريفلكتد انجوينال ليجمنت هي عباره عن ماينر فايبرز راح يصعدن او يطلعن من البيوبيك تيوبركل، راح يصعدن ويطلعن من البيوبيك تيوبركل ويروحن upward and medially to the linea alba اللي هي صاير يعني above the symphysis اللينيا ألبا. فهسه شوفوا هسه هذا البيوبيك تيوبركل اللي هو هياته هنا راح تطلع منه فايبرز هيجي مثل عبالك معكوسه ريفلكتد. هذني الفايبرز ايش راح يسوون؟ راح يروحن upward يصعدن فوق and medially toward the linea alba، او يعني راح يروحن باتجاه اللينيا ألبا وهمين راح يسوي راح ينتهن هناك ويا اللينيا ألبا just above the symphysis، يعني راح ينتهن فوق السينفيسيس اللي هو البيوبيك سينفيسيس. هسه السوبرفيشال انجوينال رينج، السوبرفيشال انجوينال رينج اللي هي هاي باو هاي السوبرفيشال انجوينال رينج هي عباره عن رينج يطلع منها بعض الستركتشرز هسه راح نجي عليهم.
على العموم هاي superficial inguinal ring هي عبارة عن triangular opening تشبه triangular، ولا هو أصلاً بسميها ring بس ما أدري إيش قال تشبه triangular. على العموم هي تشبه triangular triangle صايرة بال external oblique aponeurosis. بعو هاي قلنا ال external oblique muscle، وهنا جوا أكل aponeurosis مالتها هنا. هاي هو هذا يعني هو هذا البارت مال الابنيوروسيس مال الاكسترنال اوبليك. هنا بالنهايه مالته عندنا مثل الفتحه اللي صارت تريانجولار ان شيب اسمها الاكسترنال او سوبرفيشال انجوينال رينج اند لاترال تو ذا بيوبيك تيوبركل. راح تكون هذا البيوبيك تيوبركل راح تكون لاترال اي، هاي البيوبيك تيوبركل راح تكون لاترال اي. فيقول لك from its borders extends the external spermatic fascia like the arm of the shirt. هاي الاكسترنال سبرماتيك فاشيا راح تطلع من مالتها البوردرز، يعني من هنا راح تطلع من مالتها البوردرز الاكسترنال مثل يعني مثل ما موجود هنا الاكسترنال الاكسترنال سبرماتيك فاشيا اللي هي هاي. هاي شي يسمونه الانجوينال رينج هي عباره عن ويك بوينت بالشي يسمونه بالابنيروسيس مال هاي المصل اللي هي الاكسترنال اوبليك مصل باعتبار ان هي بارت منها، فهاي راح تكون عباره عن ويك بوينت. بس هاي الويك بوينت اللي هي السوبرفيشال انجوينال رينج عندها اتاتشمنت قوي اللي هو ميديال، يعني عندها سترونج اتاتشمنت للبون عن طريق الميديال واللاترال او اللاترال هذا وهذا الميديال كرورا. فهنا هم قال هاز ميديال اند لاترال كرورا اللي هي هاي وهاي، فهنا راح خلال من عن طريق ذني راح تتصل بالبون بشكل سترونج. راح يطلع من خلالها السبرماتيك كورد ان ذا ميل اللي هو هذا هذا السبرماتيك كورد كورد العفو او الا اسم ثاني اللي هو داكتس ديفيرنس ديفيرنس ما اعرف شلون يلفظ او همين سبرماتيك داكت او التستيكولار داكت او السبرماتيك كورد. And the round ligament of the uterus in female اكو شيء همين اسمه round ligament باليوترس عند الفيميل همين راح يطلع من هذا السوبرفيشال انجوينال رينج. انتركرورال فايبرز، الانتركرورال فايبرز الانتركرورال فايبرز همين قلنا انه عنده هذا هاز ميديال اند لاترال كرورا اللي هي هاي هاي الميديال وهاي اللاترال اللي راح تتصل بهن بالبون. هسه خلينا نجي للانتركرورال فايبرز، الانتركرورال فايبرز اللي هي هاي هاي انتركرورال فايبرز هذني يكونن سوبيرو لاترالي للانجل مال شي يسمونه مال سوبيرير مال سوبرفيشال انجوينال رينج. هاي سوبرفيشال انجوينال رينج هاي الانجل مالتها نقدر نقول هاي الانجل مالتها هاي الانتركرورال فايبرز راح تكون سوبيرو لاترال الها، يعني هيجي سوبيرو فوق لاترال الها اللي هي انتركرورال فايبرز. وعندك اخر شيء الاكسترنال سبرماتيك فاشيا اللي حكيناها اللي هي هاي الاكسترنال سبرماتيك فاشيا. بس اكو شغله ذكرتها بها خطا انه قلت it transmits the spermatic cord in the male هاي مثل ما مكتوب بالمحاضره، بس السبرماتيك كورد يختلف عن السبرماتيك داكت. انا قلت السبرماتيك كورد هو نفس السبرماتيك داكت او الداكتس ديفيرنس، بس هنا أنا خطا الداكتس ديفيرنس هو احدى الكونتنتس مال السبرماتيك كورد. احنا مو قلنا من الشي يسمونه البوردرز مال سوبرفيشال انجوينال رينج يطلع او اكستندز ذا اكسترنال سبرماتيك فاشيا، اكو داخل هاي الاكسترنال سبرماتيك فاشيا اللي هو السبرماتيك كورد، والسبرماتيك كورد هو اكو بداخله كونتنتس، وبداخل هاي الكونتنتس احدى الكونتنتس دني اللي هو الفاز ديفرنس اللي قلت لكم هو نفسه سبرماتيك كورد. هسه عندنا الانترنال اوبليك مسل، الانترنال اوبليك مسل اللي هي هاي اللي هي تصير جوا بالضبط الاكسترنال اوبليك مسل. هسه انا شلت الاكسترنال اوبليك وراح قبل طلعت لي الانترنال اوبليك. هسه الاوريجين مالتها اول شيء يقول لك الثوراكو لامبر فيشا، هاي هي ثوراكو لامبر فيشا، هنا عندنا اتاتشمنت بينها وبين الانترنال اوبليك مسل، هاي اول شيء. الثاني شيء الالياك كريست، مثل ما تشوفون هنا هاي الالياك كريست، هاي هنا المسل تكون متصله بالالياك كريست. ثالث شيء lateral two third of inguinal ligament، هنا صاير inguinal ligament خل اطلع هذا هنا ما دقيقة inguinal
هنا نباعه هنا lateral two third. هنا أنت تشوفون هنا أكو فراغ، هذا هنا فراغ ما متصل به، بس lateral one third أو العفو lateral two third مال مال شو يسمونه مال inguinal ligament يكون بي attachment ويل internal abdominal oblique muscle. هسا خلصنا من internal abdominal oblique. تال المصر اللي وراها اللي هي الترانس، لا ما خلصنا بعد، اصبر. ها هسه وصلنا للانترنال ابدومينال اوبليك. هاي المصل صار جوا بالضبط جوا الاكسترنال ابدومينال اوبليك، يعني انا هسه شلت الاكسترنال ابدومينال اوبليك طلعت لي الانترنال ابدومينال اوبليك. فهسه الاوريجن مالتها اول شيء يقول لك متصله بالثوراكو لامبر فيشيا. هاي الثوراكو لامبر فيشيا نادي تشوفون اكو اتصال كونكشن بينها وبين الانترنال ابدومينال اوبليك. هاي اول شيء. ثاني شيء الايلياك كريست، خلينا نسوي لها ايزوليشن. هاي هنا تشوفون هاي شلون متصله هنا كلها بالايلياك كريست، عندها كونكشن ويا الايلياك كريست. ثالث شيء الانجوينال ليجمنت، lateral two third of inguinal ligament. هذا هو الانجوينال ليجمنت، هذا الانجوينال ليجمنت. تشوفون هاي البدايه ال one third، بدايه ال one third الميديال one third. هنا تشوفون هذا اكو فراغ، هذا الفراغ تشوفوا هاي هنا ماكو اتصال اتاتشمنت بينها وبين هذا الميديال one third، بس lateral two third اللي هو هذا هنا اكو اتاتشمنت بينها وبين المصل، يعني بين الانجوينال ليجمنت والمصل. الانسرشن مالتها اللور 3 تو 4 ريبس. هنا تشوفون هاي هنا بالتطبيق حاطينها بس ثلاثة، بس هنا بالمحاضرة كاتب انه لور 3 تو 4 ريبس. لينيا البا اللي هي هنا صايرة، ما يحتاج يعني ارجع اطلعها، هاي هنا صايرة لينيا البا، فتكون هاي الانترنال ابدومينال اوبليك اتاشت تو ات. ثالث شيء البيوبيك كريست، هنا بالبيوبيك كريست هنا يعني ما خال اتاتشمنت بالمحاضرة يعني بالبيوبيك كريست، بس هي عندها اتصال هنا بالبيوبيك كريست. رابع شيء البكتينيال لاين، بكتينيال لاين او الكونجوينت تندن. هنا انا هسه ما راح اطلع، بس خلوا ببالكم على المصل وراها حبين لكم اياه. هسه الانرفيشن مالتها تي 7 الى تي الى ال1، هاي نفس حاله الانرفيشن مال اكسترنال ابدومينال اوبليك، والفانكشن مالتها نفس الاكسترنال ابدومينال اوبليك بالضبط، فما يحتاج يعني ارجع اذكره. هسه الانترنال ابدومينال اوبليك اذا سوينا لها هايد او سوينا لها دايسكت راح تطلع لنا هاي المصل اللي هي ترانسفيرس ابدومينس ابدومينس. هاي الترانسفيرسس ابدومينس مالتها الاوريجن شنو؟ اول شيء هم من الثوراكو لامبر فيشيا، هنا يعني حالها حال الانترنال ابدومينال اوبليك. ثاني شيء العفو اللي هي الميديال ليب اوف ذا ايلياك كريست. هنا مثل ما تشوفون هنا صايره ميديالي اكثر من الانترنال ابدومينال اوبليك، مالت الاتاتشمنت للايلياك كريست صاير ميديالي اكثر في بالميديال ليب مال الايلياك كريست. الهمين لها اتصال بال شو يسمونه بالانجوينال ليجمنت، حالها حال الانترنال ابدومينال اوبليك، بس هنا الاتصال مالتها راح يصير باللاترال 1 ثيرد مو باللاترال 2 ثيرد، بس باللاترال 1 ثيرد مال انجوينال ليجمنت. مثل ما تشوفون هنا هاي المنطقه كلها، هاي المنطقة كلها من الانجوينال ليجمنت ما متصلة بها، يعني هنا اكو فراغ بينها وبين الانجوينال ليجمنت. رابع شيء lower six costal cartilages. هنا ما بالمحاضرة ما مسوي lower six، بس هو اصلا هنا كاتب يعني inferior inner surface of the 7th to 12th cartilages. على العموم هو lower six costal cartilages متصلة بها، مثل خلينا نطلعها هنا. هاي اللور هذا ذن الكوستال كارتليجز، تشوفون شلون متصله بيها باللور 6 كوستال كارتليجز. هنشيل هاي المصل، هاي بعد بينت السالفه، هاي باللور 6 كوستال كارتليجز. اما الانسرشن مالتها فباللينيا البا، حالها حال اخوتها الانترنال اوبليك. ثاني شيء بالبيوبيك كريست، هنا نفس الانترنال ابدومينال اوبليك، ما عندها يعني دايركت كونكشن للبيوبيك كريست اللي هو هذا البيوبيك كريست، وانما عندها كونكشن بس هو غير مباشر عن طريق البكتينيال لاين او الكونجوينت ليجمنت او عفوا الكونجوينت تندن. هسه خل اشوفكم شنو سالفه الكونجوينت تندن. باعوا هذا الكونجوينت تندن اللي هو هذا، هو عباره عن تندن راح يربط لنا
التو ماسلز او يندمج بين التو ماسلز اللي هي الانترنال اوبليك والترانسفيرسس اوبليك. هذا الكونجوينت تندن قلنا انه راح يربط لنا ذني التو ماسلز بعض. هاي اللي هي الترانسفيرسس ابدومينوس اللي هي صار ديب للشي يسمونه للانترنال اوبليك اللي هاي. هذني الاثنين اللي هن تشوفون هنا هاي ذني الاثنين هاي الترانسفيرسس ابدومينوس وهاي الانترنال اوبليك. هاي نانا ذني اثنين راح يتصلن بهذا الانجوينال فالكس او الشي يسمونه نفسه الكونجوينت تندن. هذا الكونجوينت تندن وين راح يرتبط؟ راح يرتبط بالبيوبيك كريست. فلهذا هنا الدكتور يمكن ذاكر انه عندهم انسيرشن بالبيوبيك كريست، بس هو يعني الانسيرشن راح يكون يعني عن طريق الكونجوينت تندن بالبيوبيك كريست اللي هو هذا هنا البيوبيك كريست. هسه الدكتور ذكر كم شغلة إنه internal oblique represent the middle layer of the body wall musculature يعني هي الطبقة الوسطية مال muscular layer والفايبرز مالتها directed upward and medially. هاي هو حاط صورة للinternal oblique شلون مالتها الفايبرز هنا أنا واضح الفايبرز مالتها بالصورة. transversus abdominis this is the innermost layer of the body wall والفايبرز مالتها يكون transverse يعني مثل horizontally هم ينحط صورة ومبينات مبين السالفة شلون. هسه structures related to internal oblique and transverse abdominis. أول شيء conjoint tendon اللي ذكرناه، بس أكو كم شغلة ما ذكرناها، إنه هو يسوي medial part مال posterior wall of inguinal ligament. تذكرون إحنا قلنا lacunar هذا lacunar ligament اللي هو بين pectineus ligament بالإضافة إلى inguinal ligament. قلنا العفو هو lacunar ligament يسوي لنا الانجل بين البيكتينيوس ليجمنت والانجولار ليجمنت انجوينال ليجمنت. فهسه هو ده يشرح الكونجوينت ليجمنت يقول هو هي ايش راح تسوي لنا؟ راح تسوي لنا الميديال بارت مال بوستيرير وول مال شي يسمونه مال انجوينال كانال. هنا انا ما مبينه طبعا، بس هو راح يسوي لنا الميديال بارت مال بوستيرير وول. هم سبلايد باي ايليو انجوينال نيرف اللي هو فد شويه هم راح يجينا الإليونيغوينال نيرف. هذا الإليونيغوينال نيرف إذا صار بي باراليسيز أو صار بهذا التندن باراليسيز شرح يصير راح يصير إنه خطر أكبر أو الشخص يكون بريدسبوز تو دايركت إنغوينال هيرنيا. الإنغوينال هيرنيا اللي أخذناها العام اللي صار عندنا هيرنيا تطلع لنا من الإنغوينال رينج اللي هي الانتستين تطلع من الإنغوينال رينج. الكريم ماستريك ماسل هي عبارة عن tube-like muscular sheath prolonged from inferior oblique and transverse abdominis. بس هي راح internal oblique مو inferior oblique، بس هي راح تكون mainly من internal oblique. هاي راح تكون middle layer مال spermatic cord. تذكرون احنا حكينا عن spermatic cord. هاي راح تكون supplied by genital branch of genitofemoral nerve. هاي راح يغذيها الجينيتو فيمورال نيرف وهاي راح تحرك التيستيز ريفلكسلي اب اند داون. يعني راح تحرك التيستيز اب اند داون يعني من تتقلص راح تصعد التيستيز اب توارد ذا بادي واذا داون يعني خارج البادي. هنا هاي على مود ريجوليت تمبرتشر لان هي التيستيز عندها تمبرتشر يعني كلش سبيسيفيك على مود تحدد لنا او على مود تصنيع السبيرمز. بس آخر شيء للكريم ماستريك مصل قال النيرف اللي غذيه هو الجينيتو فيمورال نيرف مالت الروت هو L2. هذا هاي الكريم ماستر مصل هي هاي وهذا الجينيتو فيمورال نيرف. هذا الجينيتو فيمورال نيرف. هسه خل نجي للركتس أبدومينس مصل. الركتس أبدومينس مصل هي المصل اللي تطلع لنا أو يعني اللي تسوي لنا ريبريزنت أو تبين لنا السكس باك اللي هي هاي ريكتس ابدومينوس مسل. هم ينقال انه بيها انترسكشنز ثلاثه لان الانترسكشنز انزل او لوست وان او اقل واحد لي جوا هو يكون موازات الامبليكال او الامبليكاس الصره اللي هي هاي اللي هو هذا واعلى واحد موازات الزايفو شو يسمونه الزايفويد بروسس مال ستيرنم هي هاي. هسه الاوريجن مالتها هو البيوبيك كريست اند التيوبركل. عملتها as simple as that. هذا البيوبيك كريست اللي هو هنا بالإضافة إلى البيوبيك إلى بيوبيك تيوبركل. ثاني شيء السيرشن مالتها الخامس إلى السابع الكوستال كارتليج مال خامس وسادس وسابع ريبز. هاي تشوفون
هذا الكوستال كارتليج مال الرب الخامس اللي هو هذا، هذا الرب السادس الكوستال كارتليج مالته، وهذا الرب السابع اللي هو هنا الكوستال كارتليج مالته، تكون الانسيرشن مالته هنا. بالإضافة إلى الزايفويد بروسس، هنا يمكن ما مبين شوية إنه لها اتصال بالزايفويد بروسس، بس هي متصلة بالزايفويد بروسس. لا والله هي حتى لا مبينة متصلة. هاي نانا عندها اتاتشمنت بالزايفويد بروسس. التي 7 الى تي 12 مالتها هنا، مالتها الانرفيشن يختلف، ترى اختلف عن قبلها. قبلها الانترنال اوبليك والترانسفيرسوس ابدومينس، انا يمكن قلت انه مالتها الانرفيشن نفس الاكسترنال اوبليك، بس هي خطا. الانترنال اوبليك والترانسفيرسوس ابدومينس هو مالتها الانرفيشن من تي 7 الى ال 1، اما الانرفيشن مال ريكتس ابدومينس هو نفس الانرفيشن مال انترنال مال اكسترنال اوبليك اللي هو تي 7 الى تي 12. مالتها اللي شي يسمونه الفانكشن كومبريسز ابدومينال كونتنتس نفس اللي قبلها، وفلكس فيرتيبرال كولوم او فلكس للترانك نفس الشيء همين، يعني حالها حال الباقيات. هاي الريكتس ابدومينس لها علاقه بشيء اسمه الريكتس شيث. هسه وصلنا للريكتس شيث. الريكتس شيث هي عباره عن ابنيروتيك شيث موجود بداخلها ريكتس ابدومينس مصل. هاي الريكتس ابدومينس مصل قلنا موجوده بداخل الريكتس شيث. هسه خلينا نجي على الانترنال اوبليك مصل. الانترنال اوبليك مصل من توصل المنطقه اللينيا سيميليناريس اللي هي هاي، هاي منطقه اللينيا سيميليناريس هاي هنا، ايش راح يصير بها؟ راح مالتها مالتها اللي يسمونه المصل او نقدر نقول مصل فايبرس، راح يصير بها سبلت انتو تو لاميناي انتيرير اند بوستيرير مثل ما تشوفون هنا. هاي هي جتي وصار بها سبلت انتو انتيرير لامينا posterior lamina، هاي مثل ما تشوفون هاي anterior and posterior. anterior مالتها راح قبال الانتيرير مالتها راح تمشي external oblique muscle قبال الانتيرير مالتها، مثل ما كاتب بالمحاضره EO اللي هي external oblique passes anterior to the anterior lamina and transverse abdominalis muscle اللي هي هاي transversus abdominis muscle اللي هي هاي راح تمشي posterior للposterior lamina. حلو، هسه يقول لك 2 سنتيمتر below the umbilicus RA اللي هي rectus abdominis perforates the posterior lamina، يعني يقول لك سنتيمين جوا الامبليكس مثل ما مكتوب هنا section below archweight line اللي هي قصده نفس الشيء 2 سنتيمتر below the umbilicus، هو اكو خط يسموه الارتشويت لاين، فمن الابدومينس مصل تعبر هاي المنطقه اللي هو الارتشويت لاين، بعد ماكو وراها شيء، يعني راح تطلع من التحويط مالتها. فهنا الترانسفيرسس ماسل او الترانسفيرسس ابدومينس ماسل والانترنال اوبليك والاكسترنال اوبليك كلهم حيكون ان فرونت اوف ات، يعني بعد هنا ماكو شيء بوستيرير لها، يعني البوستيرير لامينا ها هي راحت. Thus all three lamina pass in front of the شي يسمونه rectus abdominis which lie on fascia transversalis. فيقول لك انه هنا ثلاثه هن بني راح يمرن من قبال الريكتس ابدومينس، والريكتس ابدومينس مصل راح تكون اكو بوستيرير لها شيء اللي او راح تكون واللاي اون فيشا ترانسفيرسالس اللي هي هاي فيشا ترانسفيرسالس. يعني هسه باختصار اخر شيء صفه عندنا ريكتس ابدومينس وان فرونت اوف ات 3 لامينا اللي هي مال اكسترنال اوبليك وانترنال اوبليك وترانسفيرسس مصل، وهاي الريكتس ابدومينس واللاي اون او اكو شيء بوستيرير لها اللي هو الترانسفيرسالس فيشا. هذا الريكتس شيث هاي نقدر نقول هي اهم موضوع بالمحاضره، او هو مهم يعني ما ادري اذا اهم موضوع ولا لا بس هو مهم. The lower free border of the posterior wall of the sheath is sharp and named the archweight line او fold of Douglas. هسه خلينا نطلع كومبليت انوتومي بعض. هسه هنا هاي الابدومينس مسل، هاي الريكتس ابدومينس. هسه مثل ما تشوفون هاي الجسم وجينا سوينا له هيك سكشن، صار عندنا longitudinal section. فهسه هاي الابدومينال مصل الريكتس ابدومينس، العفو الريكتس ابدومينس قلنا فوق الارتشويت لاين او فوق ال 2 سنتيمتر اللي هي صارت جوا الامبليكس، عندنا شنو؟ عندنا الانتيرير والبوستيرير لامينا. عندنا الانترنال ابدومينال راح ينقسم الى انتيرير وبوستيرير لامينا، هاي الانتيرير لامينا وهاي البوستيرير لامينا، وذني راح يحوطونا الشي يسمونه ذني راح يحوطونا الريكتس ابدومينس. وهم قلنا انه الترانسفيرسالس مصل، الترانسفيرسالس مصل اللي هي هاي ترانسفيرسس او ترانسفيرسس ابدومينس مصل راح تكون بوستيرير للبوستيرير لامينا اللي هي هاي، يعني هاي الريكتس ابدومينس مصل
العفو الترانسفيرسس ابدومينس مصل اللي هي هاي راح تكون بوستيرير للبوستيرير لامينا، وعندنا الاكسترنال اوبليك اللي هي هنا ماكو راح تكون انتيرير للانتيرير لامينا اللي هي هنا راح تكون الاكسترنال اوبليك. ف 2 سنتيمتر بيلو ذا امبليكس هنا راح يكون تقريبا الامبليكس 2 سنتيمتر بيلو اللي هي هنا تقريبا. الريكتس ابدومينس راح تطلع من هذا الحاجز الصاير بيها او راح تسوي بيرفوريت the posterior lamina، يعني راح تطلع من posterior lamina اللي هي هاي. هنا بعد ماكو وراها شيء بس الترانسفيرسالس فيشا او فيشا ترانسفيرسالس. ان شاء الله وضحت السالفة. واللور بوردر مال posterior wall مال sheath is sharp اللي هو هذا اللور بوردر مال posterior sheath. عفوا posterior wall مال of the sheath is sharp. اللور free border of the posterior wall of the sheath is sharp. name arctuate line اللي هو هذا الarctuate line أو fold of Douglas اللي هو هذا. قلنا احنا below the arctuate line مثل ما بهاي الصورة section below arctuate line يعني below هذا line اللي هو هنا صاير راح يبين عندنا هذا section. هسه خلصنا من rectus sheath أو هنا أنا كاتب بعد إنه rectus sheath is essential in supporting the anterior abdominal wall to stand the weight of abdominal contents باعتبار إنه abdominal contents معدة وكبد وكليه وأشياء هو يعني فبيها ويت. فهاي الشيء يسمونه anterior abdominal wall راح يسوي له support rectus sheath. rectus sheath يعني راح يسوي support للanterior abdominal wall على مود تتحمل هذا الوزن. incision attacking rectus sheath are more prone to incisional hernias. يعني مثلا واحد سوى عملية أو شيء يسمونه أي واحد سوى عملية بحيث سووا له incision بالarctuate بالrectus sheath هنا أنا ممكن راح يكون هذا الشخص more predisposed أو more يعني عليه more danger إنه يصير عنده incisional hernia بحيث ينفتح هذا الجرح تطلع السوالف الموجودة جوا. As the functions of abdominal muscles أول شيء support and protection of abdominal viscera يعني شيء طبيعي باعتبار عندنا هواي طبقات من المسلز فأكيد راح يسوون لنا protection. rises intra-abdominal pressure بعض الحركات مثل ما تشوفون هنا أو مثلا شخص ما يقلص معدته وهاي هاي هنا راح تسوينا raise الابدومينال pressure وهاي مثلا حركة مفيدة مثلا بعض الphysiological situations أو بعض الحركات. ثالث شيء respiration تساعدنا بالrespiration يعني مثلا بالexhalation والinhalation. رابع شيء movements of trunk الريكتس ابدومينس هو كاتب فليكشن بس انك كلهن فليكشن بس يمكن ريكتس ابدومينس الها يعني نقدر نقول انه prominent function بهذا الشيء. بالاضافة الى الترانسفيرسس ابدومينس والأوبليكس راح يسوون اللاترال فليكشن بالاضافة الى الروتيشن. شفنا احنا بالفيديو بالشي يسمونه كومبليت اناتومي شلون يسوون هاي الحركات والأوبليكس يسوون همين فليكشن للترانك بس الا بايلاترالي مو يعني اذا شي يسمونه اذا يونيلاترالي ما يسوون فليكشن وانما يسوون لاترال فليكشن. هسه عندنا النيروفاسكولار بلان بلين مال شي يسمونه مال انتيرير ابدومينال وول. This plane where the vessels and nerves of the anterior abdominal wall pass it lies between هاي هنا كلهن بين النيروفاسكولار عندنا مال النيرفز بهاي الغذي هاي المنطقه كلها تمر بين الانترنال اوبليك والترانسفيرسس ابدومينال مسل. The anterior abdominal wall is supplied by the lower six thoracic and L1 nerves. هسه هنطلعها بالكمبليت anatomy ونشوف. هسه قلنا انه الشي يسمونه انه ذني الفيزلز العفو النيرفز راح يمرن between the internal oblique والترانسفيرسس ابدومينس. هسه هاي الاكسترنال اوبليك عفوها هاي الانترنال اوبليك. هسه اذا شلناها المفروض نشوف النيرفز. تشوفون هذني النيرفز يمرن بين الترانسفيرسس ابدومينس مسل والانترنال اوبليك. هسه هم من الانتيرير ابدومينال وول سبلايد باي ذا لوور 6 ثوراسيك نيرفز اللي هي T7 T8 T9 الى اخر شيء T12 بالاضافه الى L1 نيرفز. فهسه دا يقول لك ان L1 نيرفز بهن روت يعني شويه مختلفه عن الباقيات يعني special course أو بهن special importance بمالتهن الكورس. فهسا أول شيء الإليو هايبوغاستريك نيرف نانا هذا التطبيق كشي ما مبين يعني مثل ما قايل هو هاي الإليو هايبوغاستريك مجرد يعني حتى يصير superficial للإكسترنال
اوبليك مسل ويطلع هسه. بس هو هناش كاتب اول شيء يقول لك بيرسس انترنال اوبليك اباف ذا انتيرير سباين سوبيرير ايلياك سباين. هسه هاي الاكسترنال اوبليك وهاي الانترنال اوبليك. هسه هاي المسل هي الانترنال اوبليك. هو يقول المفروض يسوي لها بيرس من هاي المنطقه اللي هي منطقه الانتيرير سوبيرير ايلياك سباين. لا عفوا هاي الانتيرير انفيرير ايلياك لا هاي الانتيرير سوبيرير ايلياك سباين اي المفروض منها يسوي لها بيرس ويكمل اللي قدام and pierce external above the superficial يعني superficial inguinal ring. بس هو هنا أنا لا مسوي pierce الهاي ولا مسوي pierce للشي يسمونه لل external oblique بهاي المنطقة. بس هو مسوي pierce ال external oblique هنا. فهسا على العموم إحنا نمشي مثل محاضرة. أول شيء يسوي يخترق ال internal oblique فوق ال anterior anterior superior iliac spine اللي هي هنا أنا تقريبا. وراها راح يسوي يعني يسوي pierce لل external oblique above the superficial inguinal ring يعني هنا تقريبا. هسه الإليو الإليو inguinal nerve هنا لا هنا أحسن يعني يقول لك أول شيء pierces internal oblique above the lateral end of the inguinal ligament. فهسه هنا الinguinal ligament above the lateral end مالته راح يسوي لها pierce يعني هنا هاي هو نفس الشيء بالضبط هاي هاي الانجوينال نيرف راح يسوي بيرس للانترنال اوبليك اباف لللاترال العفو اباف لللاترال اند مال انجوينال ليجمنت اند ليفز ثرو ذا سوبرفيشال انجوينال رينج يطلع ويخترق يعني او يطلع من الشي يسمونه مو يخترق وانما يطلع من الشي يسمونه سوبيرير انجوينال رينج باعتبار هو هي مفتوحه اصلا. هسه عندنا الفيشيا ترانسفيرساليس. اول شيء هي عباره عن firm membrane which forms the fourth layer مال anterior abdominal wall. تذكرون قسمنا layers. فأول شيء يقول لك on the posterior هاي الشي يسمونه هاي اللي هي هاي transversus هاي transversus fascia posteriorly ايش راح تسوي؟ راح ترتبط ويا posterior abdominal wall الفاشيا مالته راح on the posterior abdominal wall it is fused with the lumbar fascia اللي هي تغطي muscles مال posterior abdominal wall. هنا أنا ما موجودة اللمبر فيشة إذا كانت نفسها الشي يسمونه إذا كانت نفسها الثوراكو لمبر فهي هنا مبينة شوية أكو هنا التاشمت بس إذا مو نفسها فما موجودة بالتطبيق بس هي راح تتصل بالشي يسمونه باللمبر فيشة اللي تغطي covers the muscles of posterior abdominal wall. It extends above يعني هنا أنا تصعد فوق هذا هنا model مال فيميل ماكو هاي transversalis fascia ماكو بالmodel مال الميل فما اقدر هسه ما هاي وهذا المودل مال فيميل ما يطلع chest والهيد فما ماكو يعني ما يوصل للابدومين فهمين ما موجوده هاي هنا انا الدايافراغماتيك فيشا بس على العموم راح تصعد فوق وترتبط بالدايافراغماتيك فيشا او تسوي ان هي اصلا الدايافراغماتيك فيشا وجوا راح ترتبط ويا الفيشا الياكا اللي هي هاي الياك فيشا أو هي أصلاً راح تكون مو ترتبط. It extends below on fascia iliaca and pelvic fascia. Pelvic fascia هم يعني ماكو هنا. على العموم it forms the posterior wall of rectus sheath below the arcuate line. راح تسوي لنا the posterior wall of rectus sheath تذكرون بعد ما يخلص rectus sheath تقريباً هنا أو هيك منطقة هنا below يعني arcuate line هي راح تسوي لنا هنا يخلص rectus sheath تقريباً. below the arcuate line فهي راح تسوي لنا posterior wall هاي ذكرناها and posterior wall of the inguinal canal lateral to the conjoint tendon باو هاي الانجوينال canal تستمر لهنا تقريبا هاي لل deep inguinal ring تستمر وهاي عندك الترانسفيرسس فيشا هي الترانسفيرسس فيشا فيقول لك it forms the posterior wall of inguinal canal هاي قلنا inguinal canal هاي تشوفون شلون تسوي posterior wall لها inguinal canal lateral to the conjoint tendon هذا conjoint tendon وهاي قلنا transversus fascia فراح تسوي لنا posterior wall مال inguinal canal اللي هي هاي inguinal canal كلها راح تسوي لنا مالتها posterior wall وفي حال انه ما كانت مبينه فباعوا هاي كلها هاي من هنا inguinal canal هاي وتنتهي لهنا هاي inguinal canal هاي الانجوينال كانال وعندك الترانسفيرسس فيشا اللي هي هاي فيشا ترانسفيرسس هاي كول هالفيشا ترانسفيرسس تشوفون هنا قلنا انه سوينا البوستيرير وول مال
مال فيشيا مال انجوينال كانال، هذا البوستيرير وول كله يعتبر هاي هنا. هسه عندنا الديرفيتيفز اوف فيشيا ترانسفيرساليس. اول شيء عندنا الانتيرير وول اوف فيمورال شيث، هاي الفيمورال شيث ده شوفوها، هذا الفيمورال شيث، والفيشيا ترانسفيرساليس هي هنا تقريبا صايره. بس اصبر، هسه عندنا الديرفيتيفز اوف فيشيا ترانسفيرساليس، يعني الاشياء اللي بعد حسويها هاي الفيشيا ترانسفيرساليس. فاول شيء يقول لك انتيرير وول اوف فيمورال شيث، تشوفون هاي هي الفيمورال شيث، هذا كله الفيمورال شيث، هاي منها الفيمورال شيث، هذا الانتيرير وول مالته باعتبار انه احنا هسه بالانتيرير بارت، هذا الانتيرير وول. فالفيمورال شيث اللي هي هسه هاي قلنا راح يسويها راح تسوي الانتيرير وول مالتها الفيشيا ترانسفيرساليس اللي هي هاي، هاي الفيشيا ترانسفيرساليس، فيشيا ترانسفيرسالس، ترانسفيرسالس فيشيا forming the anterior wall of femoral sheath. The internal spermatic fascia the innermost covering of the cord. اللي هي هنا باعوا. لازم هاي هاي internal spermatic fascia. هاي ايش راح تسويها؟ راح تسويها في الفيشيا ترانسفيرسالس. بس هنا أنا ما مبين، على الأغلب ما مبين، خل أشوف. هنا قبل جاية من المصل عندنا. بقى هنا ما مبين على العموم. هسه اخر شيء ذا اكسترا بيريتونيال كونكتيف تيشو، هذا الاكسترا بيريتونيال كونكتيف تيشو، ذا اكسترا بيريتونيال كونكتيف تيشو، ذيس از ا فايبرو الاستيك تيشو، عباره عن فايبرو الاستيك تيشو سيبريتنج ذا ابدومينال وول، راح يعني راح تفرق لنا او تفصل لنا الابدومينال وول اللي هسه كنا نشرحها فروم ذا بارايتال بيريتونيوم اوف ذا انتيريور ابدومينال وول. parietal peritoneum هو همين عبارة عن مثل الغشاء، مثل ما تشوفون هنا parietal peritoneum، هذا همين غشاء راح يفصل لنا anterior abdominal wall عن ال شو يسمونه، عن الفيزرا الموجودة بالداخل، يعني الأمعاء والمعدة وذني السوالف. it is filled with fat in obese individuals but in slim individual it is fibrous، يعني بالناس اللي عندهم فات هواي راح تكون بيها فات، يعني متروسة بالفات، بس عبارة هي عبارة عن fiber يعني fibrous tissue بالسليم انديفيدجوالز. هسه اخر شيء اللي هي البيراميدس مسل، هاي اخر شيء البيراميدس مسل تكون فرونت اوف بيوبس لينيا البا مالت، هسه خلينا نجيها الاوريجينال انسرشن مالتها اللي هي هاي البيراميدالس مسل، تشوفوها هيك كلش صغيره صايره مالتها الانسرشن الاوريجين عفوا بالفرونت مال البيوبيك بون او البيوبس، مالتها الانسرشن باللينيا البا مثل ما تشوفون هاي لينيا البا، ومالتها الانرفيشن بس بالتي 12. وظيفتها مثل ما تشوفون هي منها مرتبطه باللينيا البا ومنها مرتبطه بالعظم، فاذا تقلصت راح تسحب شوي اللينيا البا، فوظيفتها تسوي تنزنج تو ذا لينيا البا. وها هي خلصت المحاضره، واعتذر على التقصير وشكرا جزيلا.